ورثي وورث امي اللي كتبه لها ابويا الله يرحمه، بيع وشراء. هو انت يا زلي يا حبيبي مش قلت ان انت ما بتاكلش حرام؟ مش انا غيرت رايي وقلت ادوق حته؟ عارفين طريق الباب ولا اوصلكم؟ فرج يا معلم. انت الرجاله يشيلوا المعلم زين ورابعه ويرموه في الشارع. حاضر يا معلم. ايه جع فرجتي نخ. هيا اوامر تانية يا معلم زين. عيش يا دعبس. وقفت لك كم راجل على كل محل لحين ما نفتح ونجرد، والبيت كله محاصر. افارم عليك يا دعبس، افارم عليك. انا هريح شويه بقى، ولما فوق كده وصحصح يبقى اجمع لي كل المعلمين. كده بقى يا ابن خالي انت طلبتها ومرتاح. لا 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 ما تبقاش غشيم، ما تضيعش روحك. دي روحك دي غاليه عليا قوي. انظر حولك كده. هاشم باشا، في النور ده؟ ده امر تمكين يا معلم زين لكل املاك المعلم زكريا الله يرحمه. هشام بيه هينفذ امر التمكين بالقوى الجبريه. وليه قوى جبريه؟ ده احنا اهل في بعضينا، والجماعه كانوا ماشيين لوحدهم من سكات. خلاص اللي تشوفه. عاوز تقول حاجه يا عزوز؟ عايز تقول حاجه يا عزوز؟ لا باشا، ما هو قال لك احنا اهل. الحمد لله على سلامتك يا حبيب اخوه. الله يسلمك يا غالي، نورت مكانك مرتاح. اتفضل يا بعد اذنك بس. نورت بيتك يا حبيبي. مع السلامة، شرفت وأنست. مع ألف سلامة. بس تفتش الشنطة كبير. عيب يا دعبس، اللي خد حاجة ياخدها. أنا مسامح. حصل وبيحصل يا كبير، في حاجة؟ يلا رجالة. حصلي جوزك يا جميلة. صحيح، محدش يقعد في الشقة بتاعتنا، عشان أنا قررت أربي فيها كلاب، عشان سمعت إن الكلاب مش غدارين، إنما شقة عمتي مراسي موجودة وتسعكوا كلكم إن شاء الله.